من استخدام الأسلحة الأوتوماتيكية إلى التنسيق بين الجنود في ساحة المعركة إلى تعليم الصبر في انتظار العدو، يتدرب أفراد المارينز على المهارات الأساسية في القتال. قبل التخرج يتلقى الكثير منهم دروساً في قرى تشبه العراق، لكن المخططون في وزارة الدفاع يركزون الآن على حرب أخرى ليست في أفغانستان أو العراق، فقدرة حزب الله على هزيمة أحدث التكنولوجيا الإسرائيلية أقلقت الأمريكيين وأعادت فتح جدل حول ما إذا كان يجب التركيز على الحرب التقليدية أو على مكافحة التمرد. البريغادير جنرال مارك كيميت كان نائب مدير العمليات في العراق في بداية الحرب هناك، يقول إنه لا يمكن التركيز فقط على التفوق في القدرة الجوية. الجيش الأمريكي يتعلم العبر من جميع البلاد وجميع الحروب. الدروس الأساسية التي يمكن تعلمها من الحرب الإسرائيلية مع حزب الله هي أننا يجب أن نعرف كيف يحارب العدو. التحدي كما يقول كيميت هو أن هناك أكثر من عدو محتمل واحد، ويجب أن تكون هناك موازنة بين الحروب الحالية والمستقبلية. الميزانية العسكرية الجديدة تنادي بعدد أكبر من أفراد الجيش والمارينز وأقل من البحرية والجوية. بينما يكثر الحديث عن تدريب القوات المسلحة أساليب مكافحة التمرد والقتال في الأماكن المكتظة، لا زالت قوات المارينز تعتمد بشكل أساسي على تدريب الجنود على القتال في ساحات المعارك التقليدية. لم نغير الأساليب الأساسية، فهي راسخة وتبقى سواء كنا نحارب في أفغانستان أو العراق أو أي مكان آخر. أدوات القيادة ومهارات الضباط تبقى عبر العصور. وبعكس الجماعات المسلحة في أفغانستان والعراق والتي تستخدم أسلوب الضرب والهرب، استطاع مقاتلو حزب الله التمسك بمواقعهم ضد القوات الإسرائيلية في معارك استمرت لساعات. تحد آخر يأمل أقوى جيش في العالم أن يستعد له. منى الشقاقي العربية من القاعدة العسكرية في كوانتيكو فيرجينيا.